حصاد الجنوب، أهلا بكم. أدانت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها برئاسة فضل الجعدي نائب الأمين العام محاولة اغتيال العميد سعيد أحمد المحمدي رئيس انتقالي حضرموت. أمانة الانتقالي استنكرت العملية الإرهابية مجددة رفضها القاطع لأي أعمال متطرفة أو إرهابية تستهدف أبناء الجنوب لترهيبهم عن النضال لاستعادة حقوقهم وإقامة الدولة الجنوبية كاملة السيادة. بحثت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء في المكلا مستوى أداء القيادة المحلية وتطورات المشهد في الوادي. وثمن الاجتماع بمشاركة عضوي هيئة رئاسة المجلس الشيخ أحمد با معلم وعلي عبد الله الكثيري دور الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت بمتابعة جريمة استهداف رئيس انتقالي حضرموت، مجددة دعم المجلس ومساندته للحراك الشعبي في وادي حضرموت وتأييده للمطالب الشعبية بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لتنظيم الإخوان الإرهابي. عقدت لجنة لقاء مخرجات حضرموت العام حارو اليوم اجتماعا استثنائيا بكافة أعضاء اللجنة وشباب الغضب بوادي حضرموت، وذلك لمناقشة جملة من القضايا والمستجدات على الساحة الحضرمية. ودعا الاجتماع الاستثنائي كافة شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي إلى المشاركة الفاعلة في الحشد الجماهيري الكبير يوم السبت المقبل بمنطقة الردود للمطالبة بكافة حقوق حضرموت وأبرزها خروج قوات المنطقة العسكرية الأولى من الوادي. أعلن شباب الغضب في مديرية سيئون بوادي حضرموت اليوم عن إقامة مسيرة سلمية مساء غد بعد صلاة العشاء مباشرة، وأكد بيان لشباب الغضب أن المسيرة هدفها المطالبة بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض القاضي برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي والمطالبة برحيلها وإحلال قوات النخبة الحضرمية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.